احنا جينا لعين المكان واكبنا الوضع صراحة وضع مأساوي، يعني الديور مشاو الناس، يعني المدرسة مشات، كانوا 8 ديال الوفيات و6 ديال الناس مفقودين حاليا. طبعا كانت مأساة اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف، لأنه حمولة الوادي كانت كبيرة وكانت قياسية لأول مرة، يعني الناس كيعودوا أنه عمرهم شافوا بحال هذه الحمولة هذه. طبعا هذه الحمولة هذه طبيعي جدا أنها تدير هذه الفاجعة هذه اللي كبيرة واللي هزات المغرب كله، واللي حنا كنشوفوا عبر السوشيال ميديا دابا التضامن ديال المغاربة مع الناس ديال الدوار هذا اللي تابع لجامعة تمنرت إقليم طاطا. طبعا جوج وديان جاو، وحسب الروايه ديال الساكنه انه كانت الشتاء تقريبا واحد ساعتين ونص، يعني كانت بواحد الغزاره بزاف اللي ما عمرها شهدتها المنطقه. وكما قلتي تلاقاو جوج وديان، فكانت الحمله ديالهم كبيره بزاف، داكشي اللي اثر سلبا واللي خلى ان الحمله ديال هاد الوادات تطلع لواحد تقريبا ازيد من 7 متر ديال الماء. طبيعي جدا انه نشوفوا هاد الكارثه هذه. طبعا المغاربه معروفين بالكرم ديالهم، معروفين بالتعاون ديالهم، معروفين بالتضامن ديالهم. هذا الشيء شفناه من قبل ودابا. طبعا كان الحضور ديال السيد عامل الاقليم مع السلطات المحليه مع كافه المتداخلين، طبعا تم تقديم مجموعه من المساعدات اللي هي ماكله مشروب وداك الشيء، تقدمت لهاد الناس هادو. والسيد العامل مشكور عطى تعليمات رسميه باش انه اللي تحل المشكل ديال الطريق ديال الكهرباء ديال الماء اللي مقطوع حاليا على هاد الناس هادو. مجهودات كبيره والمساعدات الحمد لله راها غاديه. وبالنسبه للناس اللي باغيين يجيو يعاونوا هاد الناس هادو، فحاليا الطريق ديال تمنرت راه مقطوعه، يعني غادي يجيو عبر الطريق ديال افرا الاطلس الصغير باش انهم يلتحقوا بهاد المنطقه. والطريق دابا راه خدامين فيها باش انهم يحلوها، حيت حنا قبل كانت واحد 5 كيلومتر تقريبا انك توصل لهاد الدوار هذا، دونك راه مجهودات مبذوله باش ان الطريق توصل لهاد الناس هادو باش يجيو مساعدات اخرين ان شاء الله.